السلام عليكم المشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، يا ربي امين. اليوم غادي نشارك معكم باذن الله، ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد غريبه كتجي عشيشه وكتدوب في الفم، نتمنى تجربوها ومقادير بساطه، يعني راه ما فيهاش مقادير كثيره، نتمنى ان شاء الله يعني تجربوها. عندنا هنايا كاس في المقادير، عندنا هنا كاس ديال العنبه ديال السنيده، وكاس عنبه اخر ديال الزيت، ثلاثه ديال البيضات، ثلاثة جوج خمارات من وزن 8 غرام، وهنايا قشرة الحامض محكوكة، اللي ما عندوش الحامض يدير الفاني، المهم تنسي نتا يبقى خطيار. وهنايا رشيشة ديال الملح والدقيق على حسب الخليط، هادو هما المقادير، ما غندير لا زبدة لا والو. وبسم الله على بركة الله، هنا غادي نبدا غندير السنيدة والبيض، هما هنا ثلاثة البيضات، صافي غادي نخلط غير بيديا، بسم الله ساهل غير كتوجد، نتمنى الاخوات تجربوها ان شاء الله. نخلط سنيداتكم على البيض مزيان، نزيد الحامض، تجي فيها النسمة ديال الحامض زوينة، نسمة الحامض مبشور، زيت كاس ديال الزيت، صافي غنخلط كلشي مزيان، يندمج الزيت والبيض والسكر، صافي نبدا ندير في الدقيق، الدقيق ونديك ديك الساعة الخميرة جوج خمارات، بسم الله، طريقة سهلة. صافي دابا تخلط ليا البيض والزيت والسكر، صافي غنبدا يعني الدقيق غنبدا ندير الدقيق شويه بشويه، تخلط ليا الخليط، ناخد غير هاد الطبيسه اللي كانت فيه الحامض، بسم الله، صافي غادي نبدا نكون ندير الدقيق ونجمع، ونزيد الخميرة بجوج، صافي نخلط هكا بصباعي غير بصباعك، هكا هي تتخلطي بصباعاتك بحال هكا، حتى كتجمع العجينة، أنا غنبقى هكا باش منطولش عليكم حتى تبدا تجمع لي، وغنوريكم إن شاء الله يعني كيفاش كتجي العجينة ديال هاد الغريبة. صافي البنات، هنا رجعت معاكم بعد ما جمعت العجينة، هانتوما يعني القوام ديالها كيجي بحال هكا، بقيت كنعطي الطحين غير بشوية بشوية، ما دفعوش يعني الطحين في دقة، كنقاو يعني بمرة، كنبقاو كل مرة كنديرو الطحين وحنا كنجمعو، صافي هانتوما راه هنا دابا تجمعات. ولا بغيتو تضيفو نتوما المقادير كثر من هاد المقادير اللي عطيتكم، دوبلو غير داكشي اللي عطيتكم، راه دوبلو تيخرج لكم كميه كثيره. ها نتوما يعني غادي نوريكم العجنه كيفاش تقدروا تشكلوها، شفتوا بحال هكا كتجي، ما هي قاصحه ما هي رطبه، ها نتوما نتمنى تكون هنا الصوره واضحه. صافي غنغطيها بمجموعه ان شاء الله هنايا ونرجع معكم باش نشكلوها. وهنايا البنات رجعت معكم بعد ما جمعتيني الماكل فين غنخدم، هنا الطاوه خديت الطاوه دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيت على الدقيق باش ما تلصقش، وغنبدا ان شاء الله نشكل الحليوه ديالي معكم. هانتوما بحال هكا كناخذوا شويه ديال العجينه وكنديرها بحال هكا حربال هكا يا طويل، صافي وكندنيوها بحال هكا يعني على شكل دائري بحال هكا. المهم نتوما يمكن لكم ديروا المرسوم اللي عجبكم ولا الطريقه اللي عجبتكم، هاد الحليوه هادي يعني كترشموها بالطريقه اللي بغيتو، يمكن لك ترشمي بالطريقه اللي بغيتي كتصدق، صدقوني كتجي غزال هاد الحليوه هادي وشيشه. صافي هانتوما بحال هكا، صافي كنلاقيها ونحط في الطاوه، ساهله بالزربه كتوجد، مقاديرها وفي تخلاطها وفي طيابها دغيا كتوجد هاد الحليوه هادي، تروح فيها الخميره غادي
صافي تنفخ. ها انتما كنديروا بحال هكا، نتمنى تكون الصوره واضحه. تندير معكم بحال الدبيلجات صافي. نصطف في الطاوله هانتوما صافي. بعد ما طيب ان شاء الله عاد نزينها. تزين تبقى اختيار، يعني تزيني بالكونفيتور والكوك او لا بالكونفيتور والكاوكاو او اللوز افي، المهم الشكلاط اللي بغيتو كيبقى تزين اختيار والمرسوم اختيار. هاد الحليوات لبيبه كيف بغيتي سهله، واقتصاديه مقاديرها يعني راه ساهلين، تيكونوا موجودين في كل ما يعني في كل دار تيكونوا موجودين هاد المقادير هادو ساهلين. جربوها ان شاء الله راه تعجبكم. غادي نبقاكم ان شاء الله تنكمل ونرجع معكم، وفي الطياب ديالها راه بعد ما نكمل ان شاء الله يعني نوريكم. صافا البنات انا رجعت معكم بعد ما عمرت الطاوه، هانتوما نقرب لكم الصوره. هاد الطاوه راه عمرات وراه باقا عندي العجينه. غادي نديرها دابا هادي، غنشعلها على الفران، غنديرها غنشعل الفران الكاز يعني غنشعل وغندير الطاوه الفوق حتى طيب ليا، يعني تاخذ داك اللوين ديالها من تحت يعني مذهب. وغادي نهبط الطاوه لتحت يعني حتى تاخذ غير داك اللوين ماشي تحمر بزاف. صافي نخرجها ونكمل هادي حتى هي. المهم بعد ما طيب ان شاء الله نشاركها معكم. وهنايا البنات رجعت معكم بعد ما طابت الحلوه، هانتوما نقرب لكم مزيان باش تبان لكم. شفتوا هانتوما كتعطيني كميه تبارك الله لا باس بها. وهانتوما يعني كيف الطياب ديالها كيفاش كتجي، كتجي بحال هكا مذهبه بحال هكا كتجي الطياب ديالها تبارك الله رعطات. وهنايا عندي الكونفيتور هو سخنته هنايا شويه، دفيته درتو هنايا فهاد الزلافه دفيته مع وزدت عليه واحد معلقه ديال المزهر. هذاك تيبقى اختيار كل واحد، انا تندير المزهر هنايا نستمتع بالمزهر مع الكونفيتور. وهنا عندي الكوك باش غادي نزينها، وتبعوا معايا ان شاء الله طريقه التزيين. بسم الله نجيب الطبسي صافي. غادي نبدا ان شاء الله نرمي هادو هنايا في الحلوه، نرميها هنايا في الكونفيتور هذا المعلقه هنا خاصيت صافي. غنخدم يعني غندفيهم بحال هكا في الكونفيتور باش يشربوا مزيان هكا. ما تخافوا لا ما تهرس ما والو هكا ترى تشرب. درت هاد الزلافه هكا كبيره باش تهز ليا يعني باش تشرب مزيان. نتمنى يعني تكون الصوره واضحه. نقرب لكم شويه شوفوا بحال هكا صافي. غادي نسقطرها مزيان من الكونفيتور بحال هكا. يمكن لكم ديروا العسل اللي بغيتو يعني كل واحد كيدير على صافي. غادي نحط في الكوك سقطرها مزيان بحال هكا، نعطيوها شويه ديال الخاطر حتى تزينوها. صدقوني راه كتجي غزاله مع الحامض مع هذا والكونفيتور وشويه ديال المزهر، كتجي يعني كتجي هشيشه وزوينه. تبعوا معايا ان شاء الله صافي. غادي نبقى هكا صافي. هنا عندي الكونفيتور وهذا الكوك، اسمحوا لي هانتوما بحال هكا تنديرو في الكوك. بهاد الطريقة يعني بعد ما كديرو في الكوك في الكونفيتور مزيان فندوها في الكوك مزيان. إلا ما بغيتوش الكوك يمكن لكم ديرو الكاوكاو حتى هو كيجي زوين، كاوكاو قليو طحنوه يعني هربشوه بلاصة الكوك تنديرو كاوكاو حتى هو تيجي زوين صافي. وغادي نعاود نهز، سمحولي واخا يدي مطليه ماشي مشكل، نبقى هكا تنكمل. تسقطرو بحال هكا مزيان حيت هو راه كيهز.
غسلوها مزيان في الكونفيتور باش تشرب. المهم نبقاو البنات نكمل ان شاء الله ونرجع معاكم نوريكم الشكل ديالها النهائي. هنايا البنات رجعت معاكم بعد ما ساليت الغريبه بدايني بالتزيين، هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما ساليتها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. يعني هكايا زينتها بالكونفيتور والكوك وكتجي في هذيك النكهه ديال الحامض، راه كتجي زوينه وبنينه. نتمنى تجربوها والمقادير ديالهم بسيط، يعني راه تيكون في كل الدار. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله الا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش تخليو لي تعليق ديالكم الزوينه البنات. وشكرا على التعاليق ديالكم الجميله اللي كتخليو لي دائما، وان شاء الله يعني الا عجبتكم ديروا اشتراك للقناه باش ديما يوصلكم الجديد مع اختكم. اختكم ديما كتخلي لكم الجديد. ونخليكم ان شاء الله في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء الى فيديو اخر.